طيب جينا بقى للمرحله الثانيه، الاسئله اللي انتوا بس اللي هتجاوبوا فيها وعندكم وسائل المساعده. جاهزين؟ جاهزين. معلش يا شيخ، لا انا لا مش عايزه اي احباط، احنا اللي جاي ممكن تعوضي فيه كله، اوكي؟ وانت البنوته اللي معايا النهارده بقى، فايه صحصحيلي كده، صح وغلط الفريق ده، صح وغلط، يا صح يا غلط. استخدم المصريون القدماء 7 ألوان في رسومهم. 7 colors؟ احمر. لا مش هم، مش مهم هم ايه، صح ولا غلط؟ 7 ولا اقل ولا اكتر؟ اقل ولا اكتر؟ استخدم المصريون القدماء 7 ألوان في رسومهم، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو، ماشي. الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 1945، عندكم وسيلة مساعدة لو لسه ما درستوهاش. صح ولا غلط؟ الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 45، صح ولا غلط؟ عندك وسيلة مساعدة أو هتجاوبوا بسرعة. 5 4 عامل إيه طيب؟ يا تجاوب يا تقول يا صح يا غلط يا وسيلة مساعدة. وسيلة مساعدة. مين بقى هيجاوب ولا أنت هتغني؟ أغني. تغني إيه؟ اسمها إيه دي؟ فاضي شوية. يلا غنيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. الله، والنبي سقفوا له، عمل لها توزيع جديد، خلاها راب. ماشي، طبعا هي غلط، هي كانت سنة 1939. اعتقد انت لما تيجي تدرسها هتبقى فاكرها كويس قوي دلوقتي. انا ما درستهاش. ما انا عارفه، بس لما هتدرسها بقى هتفتكر انها كانت 39 طول الوقت. ماشي، هنا القرن يحتوي على 100 عام، صح ولا غلط؟ ايوه. اه صح. صح، برافو، ماشي. برافو. برافو. انتوا تاني. اه بصوا بقى، دي احنا عن ايه؟ ركزوا، ماث بقى، دي اكيد خدتها. اشترت سلمى 2 انتوا مدرسه انجليزي ولا فرنساوي ولا عربي؟ انجليزي. انجليزي. اشترت سلمى 22 قلم حبر 22، عارف. اوكي؟ و8 اقلام رصاص 8، يعني 22 و8، ماشي؟ اذا عدد الاقلام اللي اشترتها سلمى 40 قلم 40، 22 بلس 8 ايكوالز 22 ايكوالز، ماشي. اه ها 60. طب ما تعد. 30 من غير ما تعد. 30 من غير ما تعد. 30 من غير ما تعد، يعني هي مش 40. انا عارف اصلا. انت عارف اصلا ان هي 30. ازاي انا خدتها 18 بلس 22 يبقوا 40. 18 وانما 8. 8 يبقوا 30. يبقوا 30، يعني هي غلط. صح؟ انا بقول لك هي 40. أيوة. ايوه غلط. ماشي، شطاره حلاوه طعامه، برافو، واضح انه شاطر في الماث. ماشي، هنا الدايره ليها 3 رؤوس، صح ولا غلط؟ انا انتوا الاثنين غلط. غلط طبعا. ماشي، شبه المنحرف ليه 4 رؤوس، صح ولا غلط؟ ايه شبه المنحرف؟ ايه شبه منحرف ده فعلا؟ مش فاكرة بقى ايه شبه منحرف ده. يا باشمهندسة. يا باشمهندسة. غلط. مش الريكتانجل التاني ده. مش الريكتانجل التاني، هل هو ليه 4 رؤوس في كل الأحوال يعني؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ أمال ليه كام؟ هما بيبقوا ضلعين متساويين، ضلعين متوازيين وضلعين مش متوازيين، واحد أقصر من التاني. يعني هو مش ريكتانجل، هو عامل كده، اوكي؟ ده الشكل اللي انا فاكراه. هل بقى ليه 4 رؤوس؟ لا. لا ازاي؟ غلط، انتوا قلتوا غلط وهي طبعا صح، 4 رؤوس، ما انا بقول لكم زي الريكتانجل، يعني في هنا وهنا وهنا وهنا، بس الاضلاع مش متساويه. هنلعب اللي بعده، في مهمه تانيه، ما تيجي كده.